السلام عليكم الزلفلون، مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم قناة أثاث الثقة خاوتنا. قبل ما نبدأ الفيديو خاوتنا ما تنساوش دامونا بابوني في لاشين يوتيوب تاعنا خاوتنا، في حسابنا على الانستغرام وصفحتنا في الفيسبوك خاوتنا، رانا ندير لكم محتوى يومي خاوتنا. كما راكم تشوفوا أريفاج جديد تاع شومبرا كوشي خاوتنا، هاد لا شومبر اللي بزاف شاب نضربوا عليها لمحة ودوك نشرحوها لكم. هاد الغرفة اللي راهي تحت اسم دورا. نبداو على بركة الله خاوتنا بلولي تاعها، كيما راكم تشوفوا التصميم بزاف شباب، يعني راهو مقسوم بان موتيف تاع وردة في الوسط وجهة اغوش بالكابيتوني وملا دروات كذلك بالكابيتوني، كذلك التصميم تاع لو بتي دوسي خاوتنا راح تلقاو لو ميم ديزاين، يعني حاجة ما شاء الله. ما بالنسبة للسرير خاوتنا احنا نخدمو لي ستوندار، يعني تاع دو بلاص اللي راهم متر 90 على متر 60 سنتيمتر خاوتنا، حاجة ما شاء الله. كيما راكم تشوفوا التصميم هذاك تاع الوردة، حاجة ما شاء الله في تدولي والكابيتوناج اللي راهو بلي بوطون، الله يبارك. ننتقلوا لطاب دنوي، كما راكم تشوفوا فيهم تصميم بزاف شباب خاوتنا، راهي بالقاعده زجاجيه في اللون الاسود من الفوق كما راكم تلاحظوا، وفيها انتيروار خاوتنا اللي راهو برايه تركيه، يعني رايه غليسونت، حاجه ما شاء الله خاوتنا. وفيها نفس التصميم تاع الورده في الديزاين تاعها، وكما راكم تشوفوا التيروار الداخلي يرفد حاجه ما شاء. ننتقلوا لاكوافيز، يعني الارتيكل المفضل عند النساء لاكوافيز، كما راكم تشوفوا فيها دو بورت خاوتنا وتروا تيروار، حاجه ما شاء الله راهي بقاعده زجاجيه في اللون الاسود من الفوق. ما قلنا لكم 3 تيروار كوليسونت و 2 بورت اوفرونت خاوتنا، هاد دو بورت اوفرونت اللي يرفدوا لداخل، حاجه ما شاء الله، يعني راهم واسعين وبهذا الميكانيزم اللي حيشد لكم بزاف خاوتنا. وكما راكم تشوفوا لي تيروار راهم برايه تركيه، يعني اوفرتور راهي فاصيل وثاني خاوتنا صحيحه. ننتقلوا ثاني لاغاردروب، يعني لاغاردروب كما نقولوا هي وجه الغرفه خاوتنا، لاغاردروب اللي راهي كامل بالابواب، يعني راهو فيها خمس ابواب كما راكم تشوفوا كذلك في لافينيسيون. اللي ما يعرفش البوا يقول لك باللي هذا بواتر خاوتنا تالمو لافينيسيون بزاف شابه، وكما راكم تشوفوا لي بيلي راهم شبه مرفوعين على الارض، يعني حاجه ما شاء الله خاوتنا. وكما راكم تشوفوا راه فيها كات تيروار، وكذلك خاوتنا في الديزاين تاعها كاين دو سبوت اللي راهم في اللون الوردي خاوتنا، حاجه ما شاء الله، يعني في الليل عندها نظره شباب بزاف خاوتنا. لي بواني كيما راكم تشوفوا درنا لكم دي بواني اللي راهم اوميطال خاوتنا، حاجه ما شاء الله. وكذلك راح تلقاو نفس التصميم تاع الورده اللي شفتوه في لولي طاب دو نوي ولاكوافيس خاوتنا، حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. وكذلك لو بواني اللي راهو اوميطال الله يبارك. وكيما راكم تشوفوا لي تيروار تاع لاكاردروب راهم كذلك برايه تركيه اوفيرتور فاصيل، حاجه ما شاء الله خاوتنا. وكيما راكم تشوفوا واسعين الداخل، معناتها تقدروا تحطوا فيها بزاف اصوالح. اما بالنسبه للابواب خاوتنا كيما راكم تشوفوا كيفاه يتحلوا، يعني راهو راهي فيها اربع ابواب خاوتنا، وكما راكم تشوفوا خاوتنا راهي فيها اربع ابواب منفتحه. اما بالنسبه لي ديمونسيون، الطول راهو ب 2 مترات و50 سنتيمتر، العرض راهو ب 60 سنتيمتر، والارتفاع راهو ب 2 مترات و20 سنتيمتر. والتقسيم الداخلي يعني كما راكم تشوفوا راهو التقسيم بزاف شباب خاوتنا، اللي راح يساعدكم باش تحطوا فيه الملابس تاعكم والعديد من الاحتياجات الاخرى، يعني اللي تقدروا تحطوهم في لاغاردروب تاعكم. من الجهه اليمنى خاوتنا كما راكم تشوفوا راهي بليزيطاجير، فيها واحد زوج ثلاثة أربعة مع لو با خاوتنا، يعني عندكم خمسة ليزيطاجير. أما في الباب الثانية خاوتنا راح تلقاو إيطاجير من الفوق وأن إسباس بور لا ترينغ. أما من الجهة اليسرى خاوتنا كما راكم تشوفوا راهي بليزيطاجير، يعني درنا لكم واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة مع لو با ستة سبعة وثمانية، ثمانية ليزيطاجير اللي راهم واسعين خاوتنا. كنتم على شومبر دورا خاوتنا، اللي راهي مخدومة كامل اون بواروج، السعر تاعها اللي راهو ب 15 مليون و800 مع النقل والتركيب مجاني ل 58 ولاية، يعني مالك غير تتصل بالارقام اللي راهم اسفل الشاشة، النقل علينا ولو مونتاج تاع لا شومبر تاعك ثاني راهو علينا خاوتنا. اما في نهاية الفيديو خاوتنا ما تنساوش تابونيو معنا وتخلونا دائما اراكم في التعليقات اللي رانا نقراوهم كامل، وبعد الكلام سلام.